فضيلة الشيخ وفقكم الله، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة عن النقاب، هل يستدل به على جوازه في غير حال الإحرام؟ إيه نعم، إذا صار يستر وجهها ما في بأس، ما في بأس، إلا إن كان إنه فيه تجمل، لأن يعني الحين يأخذنه للتجمل ما هو بلي، هذا ما يجوز. نعم.